اجدد ترحيبنا بحضراتكم من جديد. واكيد واحنا بنتكلم على كره القدم المصريه لازم طبعا نتكلم على الكره العالميه، ويمكن واحنا بنتكلم على الكره العالميه وبنستمتع بيها باستمرار لازم ايضا نتابعها بشكل جيد، خصوصا لما يبقى في دوريات مهمه بيكون فيها نجومنا كبيره، طبعا نجومنا المميزين اللي موجودين في الدوريات الاوروبيه خصوصا الدوري الانجليزي ومحمد صلاح وتفوقه الملحوظ مع فريق ليفربول. برحب بزميلي عمر ربيع ياسين، واكيد هنستمتع بيه وتحليله للدوريات الاوروبيه. عمر مساء الخير عليك وتحياتي ليك حبيبي. حبيبي ازي حضرتك؟ خليك منور. نور حضرتك ربنا يخليك. اكيد واحنا بنتكلم على الدوريات الاوروبيه وما يحدث في الكره العالميه دائما الدوري الانجليزي هو الاهم والافضل طبعا والاقوى، خصوصا كمان لما يكون فيه نجوم كبار ويكونوا مصريين وتواجد محمد صلاح مع ليفربول. وهكلمك على الدوري الانجليزي وليفربول طبعا ومباراته امام مانشستر سيتي، ودي الاهم بالنسبه لنا في الدوري الانجليزي. طبعا زي ما حضرتك قلت عندنا مباريات كثيره جدا، عندنا الدوريات الاوروبيه يمكن اقوى دوريات، عندنا الدوري الانجليزي، عندنا الدوري الاسباني، عندنا الالماني، عندنا الفرنسي، يمكن الايطالي بيريحوا هم بعد ما السنه تبدا، بياخدوا اول اسبوع ما بيريحوش في بدايه السنه الجديده، لكن بيريحوا الاسبوع اللي بعديه. وهتستأنف المباريات الدوري الايطالي يوم الاحد القادم بمباراه قويه جدا ما بين انتر ميلان وروما. يمكن حضرتك اتكلمت وقلت نجومنا المصريين اللي موجودين سواء في الدوري الانجليزي، موجودين في الدوريات، الدوري اليوناني عمرو ورده بنتكلم على الدوري البرتغالي، لكن الابرز دايما يا كابتن فاروق بيكون في الدوري الانجليزي. معانا النهارده اول مباراه في الدوري الانجليزي، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وفيها كلام كتير جدا جدا. ليفربول بيفوز 4-3 على مان سيتي وبيلحق بالمان سيتي أول هزيمة ليه في الموسم الحالي. زي ما حضرتك عارف إن جوارديولا ده يمكن يعني ملخص المباراة، يمكن شامبرلين جاب الهدف الأول في يعني في الدقيقة 9، بعد كده طبعا يمكن تعادل فريق مانشستر سيتي قبل نهاية الشوط الأول، طبعا لوراي ساني جاب الهدف يمكن في الدقيقة 39 عشان يخرج الشوط الأول والنتيجة 1-1. لكن بعدها أعتقد إن يورجن كلوب حكم يمكن حكم مجريات الأمور بشكل رائع جدا، وبالتالي عرف يكسب إزاي مانشستر سيتي. يمكن مانشستر سيتي يا كابتن فاروق اللي خلاه ان هو ان ليفربول يتفوق عليه، اولا ان يورجن كلوب عرف يلعب على مانشستر سيتي، عرف يقفل المساحات كويس جدا ولعب ضغط عالي، فبالتالي ده عمل بعض المشاكل اللي موجوده في دفاعات مانشستر سيتي، وقدر ليفربول ان هو يستغل كل الاخطاء اللي موجوده سواء بقى طبعا بمهارات محمد صلاح، بمهارات فيرمينيو، بمهارات يمكن ده هدف رائع جدا جدا لروي ساني لاعب مانشستر سيتي اللي قدر ان هو يجيب هدف. يمكن هو استغل طبعا يعني اندفاع الباك رايت اللي موجود في ليفربول وقدر ان هو يعدي من واحد وابتدي يشوطها من زاويه ضيقه جدا جدا. يمكن زي ما احنا عارفين ان احنا كلنا مجمع يعني عندنا اجماع ان ليفربول عنده اخطاء في خط دفاعه ومحتاج بعض التدعيمات اللي تبقى موجوده، لكن ما ننكرش ان ليفربول في المباراه دي عمل مباراه رائعه جدا، عمل ضغط عالي جدا يا كابتن فاروق، وغير الضغط العالي عرف ان هو كمان يقفل المساحات اللي موجوده في نص ملعب فريق مانشستر سيتي، وده اترجم زي ما بقول لحضرتك حتى برحيل كوتينيو ما تاثروش خالص، لا ما تاثروش بالعكس، يعني حضرتك لما تشوف اصلا كوتينيو من بدايه السيزون اصلا هم كانوا مشاكل ما بين اداره ليفربول وكوتينيو، والموضوع ما كانش ماشي كويس في الاول، فبالتالي ما كانش مركز اصلا مع ليفربول، فبعض الاوقات كان بيشارك وبيلعب طبيعي جدا، عنده كاس عالم، عنده مباراه مع منتخب البرازيل، فلازم يكون موجود، واللعب مع ليفربول هو اللي هيعطي له ده. يمكن الهدف الثاني ستونز يعني ما قدرش الكوره تماما، فيرمينيو لعب عليه بشكل رائع جدا، اداله كتف قانوني، اخذ الاولويه في الكوره ولعبها يمكن بليسنج يعني حاجه روعه، قدر ان هو يجيب الهدف الثاني لفريق ليفربول، ومن هنا ليفربول بدا ان هو طبعا الاهداف تفتح معاه. محمد صلاح واسيست رائع كابتن فاروق لساديو ماني. محمد صلاح يمكن قبل المباراه لو الناس تفتكر صحفي بيسال بيب جوارديولا بيقول له مقارنه محمد صلاح بميسي، فيمكن بيب جوارديولا اتكلم يمكن بحته فيها سخريه وقال ان انا بنصح محمد صلاح ما يقارنش نفسه بميسي، وكان رد محمد صلاح قاسي جدا جدا. طبعا يعني العقل بيقول ده هدفه الرابع، يمكن هو اللي بدا الهجمه وهو اللي لعب الثرو، حارس المرمى هو اللي طلع لبص حضرتك من بدايه الهجمه هو اخذ الكره ولعبها ثرو لساديو ماني، حارس المرمى ردها له، وبعدين صلاح عرف ان هو يوقفها ويمتص الكوره ولعبها من مسافه بعيده جدا، ويمكن صلاح والكوره في الهواء يمكن لف واحتفل هو شاف الكوره داخله المرمى، فبالتالي محمد صلاح هو مقرر على فكره، ما انا بقول لحضرتك هو قرار. يمكن احنا برضو لو عايزين بالمناسبه ان احنا بنتكلم على صلاح نتكلم على ارقام محمد صلاح مع فريق ليفربول، لكن ده عايزين نستمتع بالهدف ونشوف محمد صلاح يا كابتن النضج الكروي اللي وصل له وقدر ان هو يمكن يطور نفسه. محمد صلاح مش عايز اقطع افكارك، لكن التوقيفه نفسها بقوه الكره اللي جايه من حارس المرمى عمر
صعب جدا ان انت تاخده، خصوصا في ارض زي الاراضي بتاع الخاصه بالدوري الانجليزي اللي هي بتزحلق الكوره. يعني فاهم، لا هو استلمها وانتصها بشكل رائع، وده اللي ساعده كتير جدا انه يقدر يحطها بالشكل ده بقى. وبعدين يا كابتن هو كمان بيضايق بعد الهدف ده طبعا يمكن محمد صلاح. على فكره فريق ليفربول، عايزين نقول برضو ارقام، فريق ليفربول اكتر فريق في الدوريات الكبرى اللي احرز 8 اهداف من 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 كرات مرتده، يمكن اكتر فرق. وطبعا محمد صلاح وفيرمينيو وساديو ماني وكوتينيو قبل ما يمشي هم اللي ليهم الفضل في كده، طبعا رباعي هجومي. وبعدين يا كابتن انت حضرتك عندك لما كوتينيو مشي خفف الضغط شويه على يورجن كلوب. يورجن كلوب كان بيعمل حاجه، كان بيعمل سياسه التبديل، بيخلي كل واحد يلعب شويه، يعني محمد صلاح مباراه يخرج مباراه يفضل موجود. يعني ولا ما هو ولا حركة على اساس المستوى؟ لا هو عنده 4 لعيبه بيحب يلعب بيهم كلهم. لما الماتش ده كوتينيو ما كانش موجود لعب بثلاثه، لعب بفيرمينيو، لعب بمحمد صلاح، لعب بساديو ماني، فبالتالي العدد الزياده اللي كان في نص الملعب قدر يعمل خناق او خنق فريق مانشستر سيتي، اللي بالتالي ما عرفش ان هو يستغل بقى ايه طريقه لعبه اللي بيب جوارديولا بيستمتع بيها. حضرتك عارف ان ده يمكن كان ما بين يورجن كلوب وبين جوارديولا كان في بعض المباريات اللي ما بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، فهم مش اول مره يلعبوا ضد بعض. صحيح. وبالتالي هم عندهم اكسبيرينس او عندهم خبره ما بين بعض. هنتكلم على بقى قبل ما نروح للمباراه الثانيه، نروح بسرعه لارقام محمد صلاح ونشوف محمد صلاح قد ايه عمل ارقام مميزه جدا. ما فيش يمكن من الناس القليله اللي عملت الارقام اللي هنسمعها دلوقتي. محمد صلاح ساهم ب 25 هدف في كل في مبارياته ال 14 الاخيره مع ليفربول، سجل 17 هدف وصنع 6 اهداف. محمد صلاح ساهم ب 32 هدف في 30 مباراه لعبها مع ليفربول، سجل في 24 هدف وصنع 8 اهداف. محمد صلاح ساهم ب 24 هدف في الدوري الممتاز في الموسم الحالي، سجل 18 وصنع 6. محمد صلاح افضل محترف في تاريخ مصر من حيث 89 هدف. محمد صلاح ساهم ب 125 هدف في مسيرته الاحترافيه ما بين تسجيل وصناعه اهداف. محمد صلاح صنع 36 هدف في رحلته الاحترافيه. محمد صلاح سجل اول اهدافه في مباراه مانشستر سيتي في عام 2018. محمد صلاح ثاني هداف البريمير ليج ب 18 هدف بعد هاري كين ب 20 هدف. محمد صلاح طوال مسيرته الكرويه مع الانديه 281 مباراه سجل فيهم 101 هدف. محمد صلاح اول لاعب يشارك بشكل مباشر في 24 هدف في 23 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ لويس سواريز في موسم 2013-2014. طيب بالنسبة عندك معلومات على الماركات الشتوي بالنسبة لفريق ليفربول يا عمر؟ ليفربول فكروا في مين؟ طبعا ليفربول كان بيتكلم مع لاعب طبعا يانج، لاعب لايبزيج الالماني. لكن كابتن فاروق هم كانوا عاملين حسابهم ان هو ينضم لهم بدايه من الصيف المقبل، لكن بعد رحيل كوتينيو بيحاولوا ان هم يعجلوا في الصفقه بحيث ان اللاعب ينضم ليهم في الانتقالات الشتويه. زي ما حضرتك عارف ان ليفربول محتاج، هو ليفربول محتاج تدعيم لخط الدفاع، وطبعا جاب فان دايك، طبعا كلنا عارفين ده اول صفقه اتعملت للفريق ليفربول في الشتاء. 75 مليون استرليني، ده اغلى مدافع في التاريخ، شارك معاهم في مباراه ايفرتون اللي كانت في الكاس وقدروا ان هم يكسبوا 2-1 وهو جاب هدف الفوز. فبالتالي هو ده الصفقه الوحيده اللي ليفربول دعم صفوفه بيها، مستنيين لسه يعني نشوف ايه الاخبار، لكن ده اللي ليفربول بيحاول ان هم يشتريه. لكن باع طبعا كلنا عارفين باع كوتينيو لفريق برشلونه، وهو دلوقتي بيستعد لمشاركته مع فريق برشلونه. ابرز الصفقات اللي موجوده في الدوري الانجليزي يعني النهارده ابرز الصفقات بنتكلم على اليكس سانشيز، خلاص بينتقل لمانشستر يونايتد براتب سنوي 16 مليون استرليني في الموسم الواحد، رقم كبير جدا، هياخد في الاسبوع 400,000 استرليني. خلاص دي صفقه يمكن هو بينتهي عقده بعد 6 شهور، فارسنال حب ان هو يستفيد من ان هو يبيعه وان هو كمان ياخد عليه مختار، يعني ده بنسبه كبيره جدا بنسبه 99% اعتقد الصفقه خلصت. النهارده بينتقل من ارسنال تيو والكوت من فريق ارسنال لفريق ايفرتون بصفقه حوالي 25 مليون استرليني. يمكن دي ابرز الصفقات اللي موجوده في الدوري الانجليزي اللي ملفته للنظر اللي نقدر ان احنا نركز مع حضرتك. عارف ان الشتاء دايما بيكون اقصر من الصيف في التعاقدات، وكل فريق ليه بقى الشتاء بيبقى ليه الشتاء؟ عشان الشتاء حضرتك عارف ان في انديه بيبقى عندها ارتباطات بالتشامبيونز ليج، فبالتالي لاعب لما يروح نادي كبير ممكن يكون متقيد مع ناديه، فنادي يخسر جهوده
النادي الثاني مش عارف يعيده. على سبيل المثال كوتينيو، كوتينيو كان مقعد مع فريق ليفربول في الشامبيونز ليج، لما راح لفريق برشلونه ليفربول خسروا في الشامبيونز ليج، وبرشلونه مش عارف يستفيد بيه في الشامبيونز ليج، فبالتالي هو هيلعب بس في الدوري وفي بطوله الكاس. هم ما بيفكروش في الجزئيه دي في الانتقالات الشتويه دي، ده برضه عدم الاستفاده بتبقى. بس حضرتك شفت، هو بص يا كابتن كوتينيو، حضرتك شفت قد ايه ماطل، يعني ماطل قد ايه من اول الموسم، بعدين هو فكر كان المفروض في الصيف. طيب هو فكر في ايه؟ لا، برشلونه بيفوت جريزمان، طب انا لو استنيته ما رحتش دلوقتي اخسر الشامبيونز ليج ست شهور وانتقل لفريق برشلونه، ولا جريزمان يروح وانا بقى الصفقه وانا افضل في ليفربول، وهو بالنسبه له طموحاته واحلامه والحاجات اللي هو حضرتك بيتكلم فيها دي كلها. فهو اللي هو ليفربول عملوا المستحيل علشان خاطر كوتينيو يقعد، لكن للاسف حضرتك عارف ان دايما رغبه اللعيب للاسف دلوقتي قدام الفلوس تبقى اقوى بكتير من رغبه النادي، وده اللي حصل يمكن مع اكتر من لاعب. دي طبعا يمكن اهداف لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي يا كابتن فاروق، يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يبعد عنه طبعا شر الاصابات يا كابتن والحسد. هو لولا كمان الماتشين اللي هم لعبهمش الاصابه دي، حضرتك عارف يمكن هو برده الناس كتير ما تعرفش ان هو اتصاب بسبب احتفاله بهدفه اللي جابه قبل ما يتكرم في احسن لاعب في افريقيا، احتفل يمكن بطريقه فيها بعض الحماس، فعمل السلايدنج تاكل بتاعت الاحتفال، فدي جابت له اصابه في ركبته. وانت بتتكلم على محمد صلاح، سكاي سبورتس بتختار محمد صلاح في المركز الثاني كافضل لاعب في الدوري الانجليزي البريمير ليج، وده حاجه طبعا تحسب بشكل كبير. احنا كان من امتى عمر كان عندنا لعيبه في الدوري الانجليزي وكان بالشكل ده؟ فحاجه طبعا جميله. طبعا معانا دلوقتي احمد حجازي، عندنا رمضان صبحي، لسه هنتكلم عليهم، مجموعه من اللعيبه هنتكلم طبعا عليهم. خلينا نروح للمباراه الثانيه، مباراه توتنهام وايفرتون، وفوز توتنهام 4-0. يمكن هنتكلم عن المباراه دي سريعا، لكن برضو حبينا ان احنا نكون توتنهام موجود، عشان توتنهام حضرتك عارف فيها هاري كين هداف الدوري الانجليزي، فبالتالي توتنهام كسب 4-0. ايفرتون انا شايف ان هي نتيجه كبيره جدا على ايفرتون. توتنهام هاري كين بيجيب هدفين، بيرفع رصيد اهدافه ل 20 هدف. حضرتك عارف توتنهام يعني مدربه بوتشيتيني واحد مدرب اسباني، مدرب عارف يلعب بامكانيات لعبته. وبالمناسبه بوتشيتيني ده من ضمن الخيارات اللي موجوده لتدريب فريق ريال مدريد الموسم القادم. المباراة بتخلص 4-0، ما كانش فيها ابرز الاحداث، اللي فيها ان هاري كين جاب هدفين فقط من 4 اهداف عشان يرفع رصيده ويرفع المنافسه ما بينه وبين محمد صلاح ل 20 هدف مقابل 18، وفرق هدفين. اعتقد محمد صلاح ان شاء الله قادر ان هو يزود عدد ورصيد اهدافه عشان ان شاء الله يتفوق على هاري كين في المباريات القادمه. بص يا كابتن، هو حاجه حصلت يمكن الفتره الاخيره، احنا طبعا احنا ماشيين ورا كلام الجرايد، يمكن احنا من كل مصادرنا بحيث ان احنا بنقرا كتير جدا فنوصل لمعلومات اكتر. حضرتك عارف ان الصحافه دايما الاسبانيه والصحافه الانجليزيه والصحافه الايطاليه معلومات ما بتكونش ومنافسه برضه طبعا، ومش بتكون دقيقه يعني، ساعات بيقول يعني يرموا اخبار. فكان من كام يوم كتبوا ان ريال مدريد استفسر على سعر هاري كين من توتنهام، قالوا 300 مليون، فرقم كبير جدا، رقم كبير جدا يا كابتن فاروق. هو من ضمن اولويات، يعني حضرتك دلوقتي بنتكلم على رحيل كريستيانو رونالدو الموسم القادم، من هو البديل؟ هل هو هازارد ونيمار؟ هل هو نيمار بس؟ هل هاري كين ونيمار؟ كلام كتير جدا، لكن هاري كين واحد من، انا شايف حضرتك طبعا راس حربه وفيرود، وحضرتك تقدر تشوف الكلام ده، ان نادر جدا لما تلاقي راس حربه. ليفاندوفسكي برضه ليفاندوفسكي عقده، بص يا كابتن، ايه الفرق ما بين ليفاندوفسكي وايه الفرق ما بين هاري كين؟ هاري كين عنده 25 سنه، ليفاندوفسكي داخل على 30 سنه، السنه دي هيتم 30 سنه، يعني هو مواليد 88، فبالتالي على ما اتذكر يعني، فبالتالي احنا بنتكلم على 5 سنين فرق، زائد يا كابتن ان هاري كين هداف الدوري الانجليزي على طول، هداف الدوري الانجليزي يعني، وكمان صعب جدا ان حضرتك تبقى تلاقي لاعب محافظ على مستواه في الدوري الانجليزي من ناحيه الاهداف. هاري كين يا كابتن انا شايفه هو مهاجم كامل، بمعنى طويل، جسمه قوي، بيجيب بدماغه، بيجيب برجليه، بيعرف يروح واحد على واحد، بيجيب اهداف من ضربه جزاء، بيجيب اهداف من ضربات ثابته، فبالتالي احنا بنتكلم على راس حربه مهم جدا جدا، وبنتكلم على واحد من اهم رؤوس الحربه اللي موجودين سواء مع توتنهام او سواء ان هو هيبقى موجود في طبعا في كاس العالم. لكن انا شايف ان طبعا ريال مدريد محتاج واحد، يعني في ظل طبعا حضرتك عارف كريم بنزيما والناس اللي بتعاني من كريم بنزيما، عامة الانتقادات موجوده كلها للفريق كله بعد التراجع المستوى. لا هنتكلم، هنتكلم عليهم وعلى الخساره، هنروح ليهم طبعا. كملي مباراه توتنهام وايفرتون، يعني زي ما قلنا دي ابرز يا كابتن، ابرز الحاجات. 4-0 نتيجه كبيره جدا. ايفرتون حضرتك عارف ان احنا قلنا ايفرتون النهارده تعاقد مع تيو ولكوت، فبالتالي ايفرتون بيحاول ان هو يدعم صفوفه، لكن توتنهام زي ما احنا قلنا هاري كين جاب هدفين من 4 اهداف. لكن المباراه اللي بعدها بقى يا كابتن فاروق هي دي المباراه الكارثيه
بالنسبه لي مباراه ارسنال وحضرتك للاسف اللي بيحصل في فريق ارسنال ده. يعني حضرتك ارسنال من الانديه الكبيره جدا، تخيل حضرتك ارسنال واحد من الانديه اللي في يوم من الايام كسبوا الدوري بدون هزيمه، واللي كان بيسعى ليه بيب جوارديولا، وللاسف خسر من فريق ليفربول، او لحسن حظنا ان هو ليفربول هو اللي كسبه. محمد صلاح تالق، ارسنال كابتن بعد ما كان متقدم 1-0 كالعاده بيلعب خارج ملعبه، وحضرتك عارف ان طبعا يمكن ابرز نجمين حاليا ولما يخرجوا من فريق ارسنال هو مسعود اوزالو، بنتكلم في اليكسيس سانشيز، دول لما يخرجوا انا احس ان النادي ان فريق ارسنال هيبقى فريق عادي زي اي فريق في الشامبيونشيب. فبالتالي بعد ما كان متقدم 1-0 ارسنال، بورنموث فريق يمكن متواضع جدا بيجيب هدفين في 3 دقائق عشان يقلب المباراه. طبعا محمد النني ما كانش متواجد في المباراه، مش بيلعب، في كلام ان هو كان هيتم اعارته لبعض يعني لاحد الانديه. انا شايف ان محمد النني يا كابتن هو محافظ على مكانه في منتخب مصر، تمام، ودي حاجه يمكن اللعيبه لما بتكون عايزه تلعب بتكون بتبص على مكانها في المنتخب، لكن انا شايف ان محمد النني محتاج ان هو عايز ينتقل عشان هو يلعب، هو 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 ممكن يكون مش قابل الوضع ان هو يكون احتياطي في فريق ارسنال، مش بيشارك بصفه اساسيه. على فكره النني واحد من اللاعبين اللي انا بشوفه ان هو عارف امكانيات نفسه، صحيح. هو عارف هو يعني هو 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 هو, هو بيجري كتير، هو لاعب نص ملعب فعلا، بيباصي كويس، بيستلم كويس، بيقطع الكرة كويس، والدليل على كلام ان هو مع منتخب مصر الناس لما تيجي تنتقده وفي الماتش اللي بعديه ما يكونش موجود بنلاقي فارق في نص ملعب منتخب مصر، ودي حاجه طبعا يعني دي حاجه طبعا واحد من 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 نجوم المصريين الموجودين في فريق ارسنال محمد النني. لكن كان في كلام على كريستال بالاس، في كلام على اكثر من نادي، لكن محمد النني اعتقد ان هو هيبقى في ارسنال لنهايه الموسم وممكن يبدا يعيد حساباته من الموسم القادم. احتمال ارسنال منجر يا كابتن فاروق ان هو خلاص يعني بنهايه ممكن انشيلوتي يكون موجود بشكل كبير، ممكن نلاقي اكثر من اسم، لكن ارسنال طويل قوي يعني. وبعدين يا كابتن ارسنال عندهم مشكله ان 2018 هيخلص عقد اكتر من 6-7 لعيب، منهم اليكسيس سانشيز ومشروع ازالوم، كلهم مش عايزين يجددوا، والموسم اللي جاي في طبعا برضه لسه لعيبه ثانيه عقدهم هيخلص، فبالتالي حضرتك انت كده في لعيبه كتيره جدا بتهرب منك، فانت محتاج ثوره في التعاقدات بدايه من الصيف اللي جاي، وكمان مع قدوم مدرب جديد، فده اللي احنا هنشوفه وده اللي احنا هنعرفه. مباراه ارسنال زي ما قلت لحضرتك يمكن ارسنال بينزف نقاط، موجود في السنه الجايه ممكن يكون ما يكونش موجود في الشامبيونز ليج، السنه دي بيلعب في اليوروبا ليج، لكن هنشوف بقى يعني ارسنال فينجر، هنشوف محمد النني. المباراه الثانيه نروح على المباراه الثانيه ويست بروميتش، احنا جايبين ويست بروميتش عشان خاطر احمد حجازي. لسه قبل يمكن حضرتك اعتقد خلال الهواء قبل الهواء علي جبر ويست بروميتش كلام ان هو مهتمين بيه طبعا. طب ليه بقى احمد حجازي بنسبه 90% مش موجود السنه الجايه مع ويست بروميتش؟ ما هو حضرتك عشان يجيب بديل، هو اصلا جاب حجازي عشان ما عندوش بديل، فحجازي بيلعب اساسي ومحافظ على مكانه، فهو لما يفكر يتعاقد مع مدافع، على فكره كابتن مدرب ويست بروميتش واحد من المدربين اللي بيحريص جدا ان هو يكون كل اللعيبه اللي عنده مميزين بضربات الراس، عشان معظم اهدافه كلها جايه من كورنر، من فاول، ضربات ثابته كلها، فبالتالي هو عايز نفس النوعيه احمد حجازي، نفس الجسم القوه البدنيه الهائله، الطول، العرض، الهيدرز، فبالتالي لما يفكر بغض النظر عن الاسم مين هو، تمام، انا شايف ان احمد حجازي الفتره اللي جايه لما اشتراه من النادي الاهلي ب 5 مليون هو اشتراه ليه ب 5 مليون؟ عشان هو عارف ان ال 5 مليون دي هترجع له الموسم اللي جاي 10 مليون، فبالتالي احمد حجازي اعتقد بنسبه 90% بالمستوى اللي بيقدمه بالشكل الاساسي ان هو يكون موجود اول مره في الدوري الانجليزي ويؤدي الاداء الرائع ده، ان هو السنه الجايه ان شاء الله هيتم بيعه لاحد الانديه اللي موجوده في الدوري الانجليزي. بالمناسبه احمد حجازي ما لعبش المباراه كامله عشان اتصاب وخرج متبدل، لكن ويست بروميتش بيفوز على برايتون 2-0، وويست بروميتش يمكن مش ماشي كويس قوي، كان المركز الاخير قبل المباراه، لكن فوزه في المباراه دي بيجعله قبل الاخير. حضرتك عارف ان دايما في الدوري الانجليزي السنه دي يمكن يعني كل سنه بيبقى الصراع بيتحسم في الاخر والهبوط بيتحسم في الاخر، لكن السنه دي الصراع انا شايف ان مانشستر سيتي خلاص يمكن حسم الدوري بشكل كبير، وان الصراع على الهبوط فيه لسه مشاكل كثيره جدا، كل العمليه قريبه من بعض، ممكن يكون الفرق ما بين الاخير والفرق ما بين مثلا العاشر او بلاش العاشر، بنتكلم على 15 نقطتين ثلاثه، فماتش يطلع وماتش ينزل. فيمكن احمد حجازي ان شاء الله ربنا يكرمه ويكون موجود المباراه اللي جايه، وطبعا التوفيق احمد حجازي من يعني من المدافعين الاقوياء، ويمكن ساب اثر جيد عشان كده الناس بتفكر في اللعبة المصرية طبعا. علي جبر لو بروست بروميتش بيتفكر فيه اكيد تجربه احمد حجازي هي اللي سابت الاثر الايجابي ده. خلينا نروح لك لمباراه المان يونايتد وستوك سيتي واللي بيلعب طبعا في رمضان صبحي. يعني احنا طبعا في البدايه حضرتك عارف ان ستوك سيتي المدير الفني لستوك سيتي هو مارك هيوز تم اقالته قبل مباراه مانشستر يونايتد، ده طبعا بعد النتائج السلبيه والسيئه جدا اللي فريق ستوك سيتي بيمر بيها، لكن تم طبعا تعيين بول لامبرت مواليد 69 مدرب
سكوتلندي عنده خبره كبيره جدا في الدوري الانجليزي، وبالتالي اول قياده فنيه ليه. حضرتك عارف ان دايما اول قياده فنيه بتكون يا اما بيكون مباراه بتطلعه السماء، يا اما يكون مباراه قويه زي مانشستر يونايتد، وبالتالي هو بيخسر 3-0 بيكون نتيجه كبيره جدا. يعني بالنسبه لاول مباراه ليه، حضرتك عارف دايما بيكون الطموحات لسه ما فيش كيمياء ما بينه وما بين اللاعبين، لسه ما فيش اي تواصل وترابط ما بينهم. لكن ستوك سيتي لعب المباراه كانت على اولد ترافورد، مان يونايتد عمل مباراه قويه، جاب 3 اهداف، يمكن فالنسيا جاب هدف اول في الدقيقه 9، مارتشال جاب هدف في الدقيقه 38، وختاما في الدقيقه 72 لوكاكو مهاجم البلجيكي القوي جاب هدف ثالث. اعتقد ان كمان في انباء بتقول ان مانشستر او اداره مانشستر بتسعى جاهدا ل او تمديد عقد جوزيه مورينيو لمده 5 مواسم قادمه. هم عايزين حته الاستقرار، عايزين يقرروا تجربه السير اليكس فيكسون من حيث الاستقرار. حضرتك عارف ان السير اليكس فيكسون في اول مواسمه مع فريق مانشستر لم يتوج باي بطولات، مانشستر كان يمكن مستواه متذبذب، مستواه متواضع، لكن تمديد عقدهم 5 سنين ده معناه حاجه واحده، ان هم عايزين يستقروا بالفريق وعايزين يبداوا ان هم يبنوا فريق ينافس فريق في الفتره القادمه، سواء على الدوري او على بطولات الكاس او على الشامبيونز ليج. رمضان صبحي شارك في الدقيقه 61 كبديل، لكن حضرتك عارف نزل والنتيجه يمكن كانت 2-0، المباراه كانت صعبه على اولد ترافورد، لكن هو بيأدي بشكل رائع جدا. تقييمك لتجربه رمضان صبحي حتى الان؟ كنت لسه اقول عن حق الناس، يعني انا بستغرب من الناس اللي بتنتقده وبتقارنه بمحمد صلاح. يمكن رمضان صبحي انا شايف ان هو انتقاله من الدوري المصري للدوري الانجليزي دي حاجه تتحسب له هو، يمكن نادرا لما حضرتك تلاقي لاعب بينتقل من الدوري المصري للدوري الانجليزي. محمد صلاح انتقل من الدوري المصري للدوري السويسري للدوري الايطالي للدوري الانجليزي للدوري الايطالي، وتالق اخيرا بعد ما اخذ الخبرات كلها في الدوريات اللي اتكلمنا عليها دي، وكمان لما راح تشيلسي ما كانش بيشارك بصفه اساسيه، فانتقل اعاره لفريق فيورنتينا وبعد كده الروما وبعد كده ليفربول. رمضان صبحي انا شايف ان هو لاعب صغير في السن، لاعب بروميسنج، عنده مستقبل واعد جدا، عنده مستقبل محترم، فبالتالي ان هو يكون موجود بيشارك في بعض المباريات، بيكون اساسي، بيكون احتياطي، ممكن يلعب بالماتشات الاساسيه تكون في بطولات الكاس زي ما حضرتك شايف. طبعا مارك هيوز اللي اشتراه واللي كان مؤمن بيه جدا ده ما كانش موجود، لكن طبعا بول لامبرت لما جه اشركه وكان موجود في مباراه مانشستر، فده دليل على ان رمضان صبحي لاعب المدير ايا كان مين المدير الفني، المدير الفني بيقتنع بقدراته بيقتنع بمهاراته. رمضان انا شايف ان هو موجود في الدوري الانجليزي ده بيضيف له خبرات، بيتمرن مع لعيبه مهمه جدا، بيلعب وسط احسن لعيبه في العالم واحسن مدربين في العالم. استمراره انا شايف ان استمراره مهم جدا، وحضرتك عارف ان هو يعني انا شايف سبب سر معظم اللعيبه المصريين اللي موجودين حاليا في اوروبا زي محمد صلاح والنني واحمد حجازي ورمضان وغيرهم، ان هم ما بيتكلموش خالص، قافلين على نفسهم، مركزين، مش متابعين السوشيال ميديا، كلامهم قليل جدا في الصحافه. يمكن حضرتك هات لي مره مثلا لقينا لعيبه من اللعيبه دول موجودين في مثلا في مداخله هاتفيه في برنامج بيسجلوا مثلا غير لتلفزيونات النادي بس بتاعتهم، مش هتلاقي الكلام ده كله. فده معناه ان هو مركز، هو عارف هو بيعمل ايه، تمرينه بيروح البيت. يمكن في صوره يمكن اتعرضت لمحمد صلاح كان قاعد بيلعب بلاي ستيشن بعد التمرين، هو بيقضي اوقات فراغه ما بين البلاي ستيشن وبين ان هو بيروح التمرين طبعا زي ما حضرتك عارف، او ان هو طبعا معسكرات مع الفريق. فبالتالي نتكلم على رمضان صبحي، شايف ان هو تجربته ناجح فيها. ممكن نقول لك ده ما بيشاركش، ده مستواه تاثر، ده مستواه نزل. هو كابتن اللي اتغير في رمضان حاجه واحده بس، ان هو بدل ما ان هو كان متعودين عليه ان هو رمضان الحريف، رمضان اللي بيمتعنا، بقى رمضان اللي بيعمل مجهود اكتر عشان ينفذ تعليمات بالظبط. بص الفرق بين النادي الاهلي، فرق بين النادي الاهلي مثلا، النادي الاهلي اقوى نادي في مصر، فبالتالي اللعيب اللي مهاجم بيدافع 30%، لكن بره يا كابتن حضرتك عارف بتدافع، يعني بتدافع 50 وبتهاجم 50، فدورك لازم يكون لك دور دفاعي، ولو ما عملتوش هتطلع بره وغيرك هينزل. فرمضان صبحي ربنا يوفقه ان شاء الله ان شاء الله. طيب دي مباريات الدوري الانجليزي اللي مانشستر سيتي هو متصدر بطوله طبعًا. الدوري حتى الان برصيد 62 نقطه، وراه هيكون مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 50 نقطه، ثم ليفربول في المركز الثالث ب 47 نقطه، وتشيلسي في المركز الرابع برصيد 47 نقطه ايضا، وتوتنهام في المركز الخامس برصيد 44 نقطه، وارسنال في المركز السادس برصيد 39 نقطه. ده بالنسبه ل اول 5 أو 6 فرق في الدوري الانجليزي. خلينا نروح للدوري الاسباني يا عمر، واكيد لما نيجي نتكلم على الدوري الاسباني برشلونه لحد ما خلاص لحد ما بيبتعد ريال مدريد منافسه التقليدي، وقرب من حسم بطوله الدوري بشكل كبير من وجهه نظري انا الشخصيه.
كمشجع برشلوني كمان يا عمر. انا عارف انت ريال مدريد. لا طبعا. انت برشلونه؟ اه طبعا. طب برشلونة خلاص ماشي. برشلونه. على الهوا كده. خلينا نبتدي. لا عادي والله اصل خلي بالك ما احنا بقى الناس بتزعل. تزعل ليه؟ والله الناس بيزعلوا لكن بقى انت متحامل على ريال مدريد. لا عشان خاطر انت بتشجع برشلونه والله ولا متحايلين ولا حاجه يعني كل واحد بندي له حق. طيب خلينا نروح للمباراه الاولى مباراه برشلونه وريال سوسيداد وفوز برشلونه 4-2 على ريال سوسيداد. طيب مباراة برشلونة وريال سوسيداد هي عقدة الأنوات. بص يا كابتن من سنة يمكن من سنة 97 أو 98 برشلونة ما فازش على ريال سوسيداد في ريال سوسيداد ملعب الأنوات ده 10 سنين عنده عقدة كل مباراة يلعبها أيا كان مين المدرب العتاولة. بنتكلم بقى في بيب جوارديولا بنتكلم في فرانك ريكارد بنتكلم في لويس إنريكي ما حدش عرف يكسب ريال سوسيداد في الأنوات. الأنوات ده ملعب ريال سوسيداد ومعروف للعالم كله بسبب العقدة اللي محملها ريال سوسيداد فريق برشلونه. المباراه كانت ماشيه في الطريق بتاع العقده. سوسيداد بيتقدم 1-0 على فريق برشلونه، بعد كده بيتقدم بهدف ثاني، وكان جه هدف ثالث واتلغى، يعني الهدف كان هدف ثالث واتلغى لفريق ريال سوسيداد، وبص حضرتك يعني اهداف غريبه جدا بتخش في برشلونه، وفي نفس الوقت ماشيين بسيناريو اللي حضرتك شايفه ان العقده ماشيه زي ما هي، لكن فالفيردي انا شايف ان واحد من المدربين العظماء في تاريخ برشلونه فتره قصيره جدا، وهنتكلم وهنقول ليه. هنقول ان هو اولا حول المباراه من 2-0 ل 4-2 على ملعب صعب جدا، على ملعب نفسيا لعيبه برشلونه اللي معظم الفريق اللي موجودين فيه كان عندهم بيخسروا عليه، فبالتالي هم مش مهيئين نفسيا. فالفيردي اهتم بالدفاع والهجوم، ممكن مدربين كتيره جدا جم ضربوا برشلونه ما اهتموش بحته الدفاع وما اهتموش بالصفقات وما اهتموش ان هم يعملوا بالانس بين 50% هجوم و 50% دفاع، تمام؟ فبالتالي ده طبعا واحد احنا بنتكلم هدف اللي قبليه ده هدف ملغي، ده الهدف الصحيح. ده الهدف الصحيح. لكن الهدف اللي قبليه بدي انا شايف انه هدف صحيح 100%، لكن هو كان فيه الحكم بيقول ان راكيتيتش تم فيه حصل دفع في الكوره فما اتحسبتش، فهنا 2-0 لفريق ريال سوسيداد. هنا بقى كابتن بيبان دور بقى سواريز راس الحربه اللي دايما ما بيطمعش في اي كوره، ان يلعب كوره بالعرض لباولينيو اللي حضرتك لو تفتكر صفقه برضو يمكن كل الناس يعني اتهموها ان هي صفقه فاشله لبرشلونه ومش هتضيف اي حاجه للفريق. باولينيو واحد من اللاعبين اللي في نص الملعب اللي بيعملوا زياده عدديه دايما في الهجوم، دايما بيسجل اهداف، كان مؤثر جدا في مباراه برشلونه، كان مؤثر جدا في مباراه ريال سوسيداد، في كل مباراه بيشارك فيها باولينيو بيضيف الجديد والجديد لفريق برشلونه. بينجح بعد كده طبعا ان سواريز المتالق بيجيب هدف التعادل، وطبعا بص حضرتك يعني يا سلام. بالمناسبه كابتن كل اهداف سواريز ده لاعبنا. ما انا بقول لحضرتك سواريز هيلعب حضرتك. بص يا كابتن العقل، وبعدين ميسي طبعا لعيب الكوره طبعا متقشره ومصلحه له، وبعدين هو يا كابتن جاله بقى لحظه العقل دي يمكن في اقل من سنه عشان يفكر التفكير ده، لكن سواريز ايضا هيعود تاني من جديد عشان خاطر يجيب هدف الثالث، وهدف بقى بدايه بدايه تقدم فريق برشلونه في الدقيقه 71 وبدايه ان برشلونه يبدا يفك العقده، ولسه يمكن ناقص وقت قليل جدا عشان ميسي بقى يمتعنا بواحد من امتع الاهداف اللي جابها. وبالمناسبه يا كابتن ان برشلونه الموسم ده كل اهدافه من جوه منطقه الجزاء، اول مره برشلونه يجيب هدف من بره منطقه الجزاء الموسم الحالي هدف ميسي اللي جاي. يعني حضرتك تخيل فرقه لما احنا بنقعد نتكلم ونهزر بتخش بالكره جوه الجول بنتريق، فتخيل بقى حضرتك ان برشلونه فعلا بص خدت الهدف حاجه يعني لا دي كوره ثانيه يمكن في الدقيقه 81 دي لسه 75. فبقول لحضرتك تخيل يا كابتن لما احنا نقعد نتريق على فريق ونقول له ايه انت عايز تخش بالكوره جوه الجون، العب السهل العب من بعيد. برشلونه ما فيش جون الموسم ده جابه من بره منطقه الجزاء، كل الكور اللي جابوها من جوه منطقه الجزاء. يمكن ده الهدف بتاع ميسي، وهدف بقى كابتن فاروق يبين لحضرتك بقى ايه يعني عايز ايه وعايز ايه انت فاهم يعني يا كابتن عارف انت تساله يعني انت عايز ايه يا كابتن. حارس المرمى نفسه هو واقف بيتفرج على الكوره ازاي يعني خدعه ومش خطف في حد ورحب بالكيرف او رحب بالعلو اللي مطلوبه للكوره او للضربه الثابته اللي موجوده للعيب بحجم ميسي. طيب احنا طبعا اللقاء ده طبعا او المباراه دي بتنتهي بنتيجه 4-2. تعالى بقى يا كابتن ناخد بعض الارقام لفريق برشلونه في موسم 2017-2018. اولا برشلونه الوحيد اللي ما خسرش في الليجا الموسم الحالي. برشلونه مع فالفيردي ما خسرش في 29 مباراه على التوالي في كل المسابقات، والرقم القياسي كان لفريق برشلونه كان مع قياده لويس انريكي 39 مباراة، فيتبقى 10 مباريات فقط عشان برشلونة مع فالفيردي يعادل الرقم اللي هو 39 ماتش بدون خسارة. برشلونة عايز ينهي الموسم ده
بدون خساره عشان اسف برشلونه عايز ان الموسم ده باكتر عدد من الاهداف عشان يتخطى رقم مورينيو في موسم 2011 2012 ب 121 هدف. برشلونه لحد الماتش ده جايب 52 هدف فلسه ناقص له كمان 52 هدف على الاقل او يمكن ازيد شويه عشان يعادل رقم جوزيه مورينيو في موسم 2011 2012. برشلونه بيحتاج 51 نقطه عشان يحطم رقم اللي حققه ريال مدريد في موسم 2012 2013. برشلونه اقوى تاني دفاع الموسم الحالي بتلقيه 9 اهداف وبيحلم ان هو يحقق رقم اتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا في موسم 2016 ده رقم اتلتيكو مدريد وموسم 93 94 ده رقم ديبورتيفو لا كورونيا. برشلونه عايز يكون اكتر فريق حقق عدد الانتصارات في موسم واحد في الليجا ب 32 انتصار فهو كل اللي عليه ان هو يحقق نفس عدد الانتصارات اللي حققها في الدور الاول. برشلونه عايز ينهي الموسم ده باقل عدد من الهزايم عشان يكون اول فريق في الدوري الاسباني بنظامه الجديد اللي هو 20 فريق يتلقى اقل عدد من الهزايم. نروح بقى لميسي ونتكلم على ارقامه كده يا كابتن فاروق ونستعرض وحضرتك بقى بص بقى قول يعني بص يا كابتن بقى ميسي طول تاريخه لعب 733 مباراه سجل فيها 590 هدف وصنع 241 هدف. ميسي سجل رابع اهدافه في 2018. ميسي الموسم الحالي سجل 28 هدف وصنع 10 اهداف. ميسي سجل الهدف رقم 531 مع برشلونه في كل المسابقات. ميسي ساهم ب 735 هدف مع برشلونه بين تسجيل وصناعه في 611 مباراه. ميسي مع برشلونه والارجنتين سجل 73 هدف في شهور يناير في على مر تاريخه ومشاركاته في شهر يناير. ميسي متبقي ليه 9 اهداف للوصول لرقم 600 هدف في حياته يا كابتن. ميسي ب 366 هدف. هنا لما 100 هدف بنجيب نادي ال 100 جول بنبقى هداف الدوري. لا هو كان نادي ال 100 اللي هم كام عدد معين بس من اللاعبين الموجودين ده داخل على 600 هدف في بالظبط. ماشي وفرق طبعا هناك الكره هناك مع عمر برضه لازم نعترف بالحقيقه يعني. يا كابتن ميسي ب 366 هدف هيصبح اكتر لاعب تسجيل الاهداف مع الفرق في الدوريات الاوروبيه كلها. ميسي بيرفع رصيده ل 19 هدف مع برشلونه من ضربات حره بس. في متساوي مع رونالدو في الليجا يعني ميسي جايب من ضربات ثابته 19 هدف. ميسي طوال تاريخه الكروي كله مساهم ب 831 هدف. ميسي في 2018 سجل 4 اهداف وصنع 3 اهداف في 4 مباريات ولاول مره في تاريخ في تاريخه ميسي صنع 5 اهداف في 5 مباريات متتاليه. ميسي طوال تاريخه سجل 35 ضربه حره مباشره في تاريخه مع برشلونه منهم 29 ضربه حره مباشره مع البارسا. ميسي صنع 99 هدف خارج الكامب نو. يا كابتن ارقام كبيره جدا جدا بنتكلم على واحد نجم كبير طبعا نجم كبير وهو مؤثر. احنا كابتن بنتكلم ليه عليه عشان بس الناس ما بقول لحضرتك بس الناس عشان ما تربطش ناس مشجعي ريال مدريد اللي بيتفرجوا علينا بنتكلم على ميسي بنتكلم على برشلونه عشان هم دلوقتي اللي متفوقين في الدوري الاسباني. صحيح بنتكلم على ميسي هداف الدوري الاسباني عنده 17 هدف يليه لويس سواريز 13 هدف. عندنا برشلونه متصدر الدوري بفرق 19 نقطه عن ريال مدريد. على فكره النهارده في مباريات بتقام حاليا تشيلسي بيلعب في كاس برشلونه بيلعب في البطوله الكاس دي اسبانيول فبالتالي النهارده وبكره ريال مدريد هيلعب ضد الليجانيس في الكاس ايضا. بعد كده المباراه العوده هتعود للاسبوع القادم على طول هتبقى اربع وخميس. فده كان بالنسبه لبرشلونه وريال سوسيداد عشان بس ما الكلام ما يطولش. لا احنا رايحين اهو ريال مدريد اخدك للمباراه مباراه ريال مدريد وفياريال وفوز ريال مدريد 1-0 فوز فياريال يا كابتن للاسف بقى فياريال يا كابتن بيفوز في الدقيقه فوز فياريال انا اسف لا انا بقول انا شفت الجول في الدقيقه في الدقائق الاخيره الدقيقه 87 بس يا كابتن فاروق نتكلم على سيناريو المباراه. اول حاجه ريال مدريد نزل رونالدو موجود جاريث بيل موجود زين الدين زيدان زي ما حضرتك عارف هو كان عنده اول موسم جه فيه او الموسم الماضي كان عندهم بعض المشاكل اللي موجوده في التعاقدات كانوا ممنوعين فبالتالي قلنا زيدان هيتعاقد مع لعيبه جديده ما تعاقدش مع لعيبه جديده وصعد يمكن اسمين ثلاثه كانوا موجودين تعاقد مع لاعبين بس مش لاعبين واحد من ريال بيتيس والثاني على ما اتذكر كان اعارات ورجع الثاني لفريق ريال مدريد على ما اتذكر ان كانت ان شاء الله المعلومه صح فبالتالي زين الدين زيدان اخذ الشامبيونز ليج واخذ كاس عالم للانديه واخذ الدوري وكان متالق بشكل كبير جدا لكن الموسم ده زيدان ابتدى ريال مدريد طبعا بدايه ولا اروع اثنين طبعا السوبر وهزيمه لبرشلونه في الكامب نو في سانتياغو برنابيو وكانت يمكن هي دي ممكن تكون بدايه النهايه لفريق ريال مدريد يمكن الطموحات عندهم استسهلوا بطوله الدوري الاسباني ما كانش فيه اي تدريب.
مدعيم ليهم، يمكن اشهر الاسماء اللي بنتكلم عليها في فريق ريال مدريد اسنسيو، بنتكلم على فاسكيز، بنتكلم على لعيبه كتيره موجوده. بس ريال مدريد عنده مشكله ان هو محتاج اسامي عشان تساعد وتشيل الفريق. رونالدو بنتكلم على خلاص رونالدو 34 سنه، رونالدو يا كابتن خلاص، احنا ممكن نقول اخر موسم ليه مع فريق ريال مدريد. زعلان جدا من مماطله فلورنتينو بيريز بزياده عقده، عايز يوصل ويكون قد ميسي او اعلى من ميسي ونيمار في الفلوس. طبعا زي ما حضرتك عارف ان هو اقرب حاجه لرونالدو لو هو مشي او حب ان هو يمشي من ريال مدريد اعتقد هيكون مانشستر يونايتد. في كلام على ان نيمار كمان طلب ان هم اتكلموا معاه شفوي وسالوه وجسوا نبضوا على اول هل انت تتم على ممكن تيجي ريال مدريد، قال لهم في شرط واحد بس ان انتوا تبيعوا كريستيانو رونالدو. يمكن نيمار عنده عقده شويه ان لما كان موجود في برشلونه كان ما كانش هو النجم الاوحد، كان ميسي النجم الاوحد. فلو راح لبرشلونه لو راح للريال كريستيانو هو النجم الاوحد، فبالتالي هيكون عنده بعض المشاكل. حضرتك عارف ان نيمار مش مبسوط في الدوري الفرنسي، ما كانش هي دي الطموحات اللي ترضي نيمار. نيمار كان في الدوري الاسباني عليه دايما السبوت. في الدوري الفرنسي كابتن فاروق احنا بنتكلم على الفرنسي اخر دوري خالص، مش هو ده من ضمن اهتماماتنا. اهتماماتنا الانجليزي، نتكلم على الاسباني، نتكلم على الايطالي، لكن الفرنسي الماني كمان. لكن الفرنسي ده اقل حاجه احنا بنجيبه عشان نيمار موجود، عشان امبابي موجود، عشان خاطر كافاني موجود. فبالتالي ريال مدريد خسر 1-0. صلاح ليه ما قلتش اسمه في ريال مدريد؟ عشان يا كابتن ده كلام، احنا قلنا ده كلام صحافه، لكن فعليا احنا هنتكلم على مين الاسامي اللي ممكن تنتقل لفريق ريال مدريد. بنتكلم على هازارد، بنتكلم على نيمار، بنتكلم على هاري كين، بنتكلم على ليفاندوفسكي، بنتكلم على بقى حضرتك لاعب مهم جدا جدا ممكن يكون الناس كتير مش واخده بالها منه، ايكاردي مهاجم انتر ميلان. وبشكل كبير ممكن ننتقل للانتقالات الشتويه الحاليه. ليه؟ اولا انتر ميلان مش موجود في الشامبيونز ليج، ففرصه قيده مع فريق ريال مدريد في الشامبيونز ليج الموسم الحالي كبيره جدا جدا جدا. لكن احنا دلوقتي ريال مدريد عليه ان هو يعيد طبعا، لكن خلاص يعني ما فيش وقت، يمكن اسبوعين على انتهاء الميركاتو الشتوي. لكن مين بقى الاسماء كابتن فاروق اللي مرشحه ان هي تكون خلف لزيدان في الموسم القادم لو تم الاستغناء عنده من قبل فلورنتينو بيريز؟ بنتكلم على واحد من اهم المدربين اللي موجودين في تاريخ كره القدم، هو خواكيم لوف. خواكيم لوف عنده كاس عالم مع منتخب المانيا السنه الحاليه، لكن عقده بينتهي في 2020 بعد اليورو اللي جايه. لكن بيحاول جيدا ان فريق ريال مدريد انه ينهي تعاقد لوف، او لوف ينهي تعاقده مع منتخب المانيا في بعد كاس العالم عشان يتم على طول اسناده للمهمه الفنيه او للقياده الفنيه للموسم الحالي. لكن مين بقى الاسم الثاني لو تم او لو كان طبعا ده هدف يا كابتن فاروق بقى ايه في الدقيقه 87. وبعدين يا كابتن اللي جاب الهدف ده، انا اقول لحضرتك اللي جاب الهدف ده كريستيانو كان بارد جدا واعصابه بارده جدا. شبيه بجول محمد صلاح على فكره. بس كان طبعا ايه الفرق، بس ان المسافه هنا صغيره، يعني اصعب جون سواريز عشان المسافه اقصر. حضرتك عارف طبعا ان كل ما المسافه تبعد كل ما الكره تكون اسهل للاعب. فطبعا فبقول لحضرتك فالخيار الثاني لفريق ريال مدريد هو طبعا بوشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام. اما الخيار الثالث اللي الكلام والصحافه بتتكلم عليه هو ماوريسيو ساري المدير الفني نادي نابولي. نابولي بالمناسبه هو المتصدر الحالي للكالتشيو الايطالي. هو على فكره كابتن هحكي لحضرتك قصه طريفه جدا على ماوريسيو ساري. ساري ده كابتن متصدر بنابولي الدوري الايطالي. ساري بدا حياته الكرويه من على قهوه، كان بيروح يتفرج على بيروح يتفرج على الماتشات في القهوه. فصاحب القهوه اللي هو المدرب العام حاليا معاه كان دايما كل يروحوا يحللوا الماتشات ويتكلموا في الكوره. طب ليه بقى كبرت في دماغهم؟ طب ليه ما ناخدش كورسات ودورات تدريبيه تمام؟ فاخدوا وبداوا ان الدنيا تمشي معاهم. سخن ناس كتير انت. ما انا بقول لحضرتك والله لا الموضوع بس الموضوع علم يا كابتن مش فهلوه. علم طبعا. هنا يا كابتن حضرتك عارف يعني. طبعا العلم. فبداوا انهم ياخدوا دورات، بداوا يمسكوا فرق في الدرجه الخامسه والرابعه والثالثه لحد ما مسكوا امبلي في الدوري الايطالي، عملوا نتائج رائعه جدا جدا جدا. وبعد كده مسك نابولي كسر بيه الدنيا. فيعني وماوريسيو ساري طبعا هنتكلم عليه، لكن بقى مش معانا الدوري الايطالي النهارده. خلينا نروح للمباراه الاخيره في الدوري الاسباني، اتلتيكو مدريد وايبار، وفوز اتلتيكو مدريد 1-0 بهدف جاميرو. طبعا جاميرو احنا عارفينه طبعا كان موجود هنا في مصر واحرز اهداف في النادي الاهلي. طيب سريعا عشان خاطر الوقت وعشان خاطر ان احنا هناخد بقيه الماتشات اللي معانا. اتلتيكو مدريد وايبار 1-0 لفريق اتلتيكو مدريد. دياجو كوستا غاب عن المباراه عشان المباراه اللي قبليها اطرد انذار في انذار في كارت احمر. حضرتك عارف دياجو كوستا لعب ماتشين مع فريق اتلتيكو مدريد جاب فيهم هدفين. جاميرو هو صاحب الهدف جيش في الشوط الاول، وفريق اتلتيكو مدريد هو المنافس الحالي لفريق برشلونه على نتكلم على مركز اول مركز ثاني، مش منافسه في الصداره عشان خاطر الدنيا بعيده برضه ما بين اتلتيكو
برشلونه، لكن سيميونو زي ما حضرتك عارف ان ممكن يكون اخر موسم ليه هو كمان مع فريق اتلتيكو مدريد. هو كان حلمه او ان هو كان عايز يبقى موجود ومتبقي ليه وقت عشان يلعب في ملعب الموندا متروبوليتانا، الملعب الجديد او الاستاد الجديد اللي بيلعب عليه فريق اتلتيكو، وهو لعب عليه الموسم ده، لكن هو مش موفق في الدوري وفي الشامبيونز ليج، خرج من الشامبيونز ليج راح اليوروبا ليج. فالموسم ده مش موسم سيميوني مع اتلتيكو مدريد، فممكن ينتقل، ممكن ينتقل لانتر، ممكن ينتقل، ممكن نشوفه في الدوري الانجليزي، ممكن نشوفه في الدوري الايطالي، فلسه مش عارفين. لكن ده بالنسبه لاتلتيكو مدريد وايبار، وينتهي 1-0 لاتلتيكو مدريد. الدوري الالماني باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، وفوز بايرن ميونخ 3-1. يا جماعه بعد اذنكم، لو احنا بنتكلم كده في فيديو موجود ليا ريمينا اللي انضم لبرشلونه، واحنا كنا بنتكلم على الدوري الاسباني بعد اذنكم من بالماراس البرازيلي. احنا قلنا ممكن لو ناخده لو موجود يعني برضه مهم، وفي فيديو كمان لمحمد صلاح. احنا قلنا ممكن ناخدهم في الاخر بعد ما نخلص بس مش مشكله يعني حضرتك، ممكن نخلص الالماني والفرنسي. طيب. كده ناخدهم في الاخر عشان نلحق نخلص الاهداف. طيب. طيب. طيب المباراه كابتن بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن، بايرن ميونخ كابتن فاروق كسب 3-1. حضرتك عارف ان بايرن ميونخ بيلعب مديره الفني يوب هاينكس واحد من المدربين اللي كان اللي ما لعبوش او اللي هم الموسم الحالي كان قاعد في البيت، لكن كابتن فاروق بيعود بموسم استثنائي وبيكسب مع بايرن ميونخ وبيوسع الفارق ما بينه وبين بروسيا دورتموند، اقرب المنافسين. ما جبناش ماتش بروسيا دورتموند ليه او ما اتكلمناش عليه ليه؟ علشان فريق بروسيا تعادل في المباراه اللي كان بيتلعب في نفس الاسبوع من المنافسات الدوري الالماني، وبايرن بينجح ان هو يفوز 3-1 على بايرن ليفركوزن. طبعا خميس رودريجيز طبعا بيتالق وبيجيب هدف ثالث رائع جدا، واحد برده من الاهداف اللي من ضربات ثابته. فبايرن كابتن خلاص برده حسم الدوري، يعني كل الدوريات حسمت، الالماني اتحسم، الانجليزي اتحسم، الاسباني، يبقى الايطالي. الفرق ما بين نابولي والفرق بين يوفنتوس هو نقطه واحده بس، وهنشوف بقى لحد نهايه الدوري هل فيهم حد فريق هيفرق. فلسه لكن الدوري الالماني خلاص اتحسم، هم هيركزوا في الشامبيونز ليج. انا شايف برده يا كابتن ان ماتش باريس سان جيرمان وماتش ريال مدريد ده حاسم، وهيكون حاسم في مصير زيدان مع ريال مدريد. مع ريال مدريد. طبعا عشان محبي ريال مدريد، عشان ما حدش يزعل زي ما انت قلت كده يا عمر، لازم حضرتك كابتن سلمتني على الهوا، حضرتك اللي سلمتني. بص احنا اهلاويه هنا. احنا اهلاويه، لكن مره احنا كل واحد حر وما حدش يزعل مننا. يعني انا بحب مثلا مانشستر يونايتد جدا في الدوري الانجليزي. بس كابتن الناس في مصر هنا السوشيال ميديا خلت الناس متحفزه جدا، انت يا برشلونه، انت ريال مدريد، انت ميسي، انت كريستيانو. حلو بس ما نزعلش من بعض. لا خلاص، نورت شرفت عمر، ربنا يخليك. استمتعت بيه الحقيقه، يعني ربنا يخليك. طبعا كل نجومنا في الدوريات الاوروبيه وخصوصا الدوري الانجليزي، احنا عندنا عدد كبير جدا في الدوري الانجليزي، وده كانش موجود قبل كده، يبقوا في تالق مستمر. ودائما محمد صلاح شرفنا بشكل كبير، زي ما قلت لكم سكاي سبورتس بتختار محمد صلاح كافضل لاعب في البريمير ليج، ثاني افضل لاعب في البريمير ليج. كل التوفيق لمحمد صلاح وكل نجومنا. اشكركم شكرا جزيلا استاذ الاهلي، كنا موجودين النهارده حصاد الاسبوع بالنسبه للاسبوع 18، زي ما شفتوا النهارده كمان كان في مباريات في بدايه الاسبوع 19، فوز المقاولون على الاسماعيلي اكيد لازم النادي الاهلي يستغلها بشكل كبير في المباراه القادمه يوم الاحد امام المقصه. كامل التوفيق لفريقنا يا رب من خلال طبعا المباراه القادمه. كنا معاكم من خلال استاد الاهلي، والسلام عليكم، تصبحوا على خير.